من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم. جابر ابن عبد الله الأنصاري عندما وقف في كربلاء يقول عطية العوفي لوح شيء، قلب بصره، هو كان مكفوف الرجل، لوح بصره بين كربلاء في أرض، قال السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين، والله لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فعطية العوفي يقول أنا استغربت، يعني قلت له سيدي كيف شاركناهم؟ هؤلاء فصلت رؤوسهم عن الأبدان ورملت نساؤهم، ونحن لم نصعد جبل ولم ننزل وادي. فجابر ابن عبد الله الأنصاري يقول للعطية العوفي والله لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. من أحب عمل قوم، سنة 61 للهجرة الحادثة صارت، أشرك في عملهم، لا، ومن أحب قوما حشر معهم. سوى جابر بن عبد الله الأنصاري، شارك حبيب ابن مظاهر وزهير بن القين ومسلم ابن عوسجة. إذن أنا وأنت نفس الحال، نستطيع أن نلغي البعد الزمني ونلتحق بواقعة الطف. ولذلك أنا أقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما.